برحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور. نبتدي معاكم أخبارنا والنفط في مصر وإنتاج النفط في مصر. شركة أباتشي الأمريكية من أكبر الشركات المنتجة للنفط في مصر. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له لقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية والمتخصصة في مجال اكتشاف البترول وكمان إنتاج البترول في مصر. رئيس الشركة أشاد إشادة كبيرة جدا بالخطوات الكبيرة اللي بتاخدها مصر في المجال ده، وقال كمان ان مصر الشركة بتوليها اهتمام او بتخليها في مقدمة الدول اللي بتوليها اهتمام بزيادة استثماراتها فيها. نشوف التقرير ده او الفيديو ده ونرجع نكمل اخبار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر، فضلاً عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر. وقد رحب السيد الرئيس برئيس شركة أباتشي مؤكداً سيادته دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظراً للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، فضلاً عن دورها المجتمعي المقدر في مصر، معرباً سيادته في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير الذي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزاً لتداول الطاقة في المنطقة، موجهاً سيادته بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، مؤكداً في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين. من جانبه أشاد السيد كريستمان بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس والتي قادت مصر لتصبح نموذجاً تنموياً واقتصادياً ناجحاً ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالمياً أيضاً، مشيداً بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومؤكداً أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة. ورجعنا لحضراتكم، عاوزين نعرف الحالة المرورية في مصر شكلها عامل ازاي خاصة في القاهرة الكبرى. امبارح كان الجو الدنيا زحمة جدا جدا جدا. استاذ محمد صابر محرر شؤون المرور بالإذاعة المصرية. استاذ محمد صباح الفل. صباح الفل يا استاذ اسحاق، صباح الخير يا استاذ هبه، يوم طيب لحضراتكم ويوم طيب للساده. يا رب. امبارح يا استاذ محمد كانت الدنيا بالليل زحمه جدا 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 خاصه في منطقه وسط البلد وناحيه يعني شوارع كتيره جدا وكوبري اكتوبر والدنيا كانت صعبه جدا، فهل ده يعني كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه العيد والناس بتنزل فده اللي عامل الزحمه وهل هتستمر في اليومين الجايين؟ لا انا عايز اقول لحضرتك برضه بالفعل طبعا احنا
بالنسبه لتوافد الساده المواطنين واقبالهم على تلبيه احتياجاتهم لشراء مستلزمات العيد. صحيح. بيبقى فتره الذروه المسائيه بيبقى اكثر تحديدا خلال هذه الفتره. طبعا هو بعض الكثافات اللي ظهرت عندنا امبارح دي كانت مشهود لها باحجام مريه مرتفعه، ده نتيجه ان كان عندنا اعطال كتير متكرره نتيجه ارتفاع درجات الحراره. بس برضه بنحب نطمن الساده المشاهدين ان في خطه موضوعه من قبل وزاره الداخليه والاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه، ارتكزت هذه الخطه على عده محاور، من اهمها نشر وتكثيف الخدمات المريه، تفعيل دور خدمه الاجازه لتلبيه احتياجات الساده المواطنين في حاله وجود اي حاله طارئه، مراقبه السرعه لتقليل الحوادث بالحملات الراداريه، مع تكثيف الحملات الخاصه بضبط قائدي المركبات متعاطي المخدرات، مع تعيين الخدمات المريه اللازمه على المحاور الثابته والمتحركه للعمل على انتظام الحركه المريه، ومنع اي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها خلال فتره الذروه الصباحيه ايضا، واستمرار هذه الخدمات المريه خلال فتره الذروه المسائيه لتصفيه اي كثافات متوقعه نتيجه توافد الساده المواطنين، وخاصه على مواقف بقى الوجه القبلي ومواقف الوجه البحري لذهابهم الى محافظات الوجه البحري ومحافظتي الوجه القبلي. ايضا تم تفعيل خط الاغاثه 012 2 3 وحايد 4 اصفار 012 2 3 وحايد 4 اصفار، ده خط الاغاثه في حاله الاستفسار عن الحركه المريه او في حاله وجود اي اعطال او لا قدر الله حوادث جسيمه على كافه الطرق، بيرجى الاتصال بهذا الخط، وبيتم ارسال سياره تابعه للانتشار السريعه التابعه للاداره العامه للمرور وازاله كافه الاسباب والاعطال ورفع هذه الاسباب الاعطال وسحب الكثافات المتوقعه نتيجه هذه الاعطال. تمام استاذ محمد، النهارده كانت الكثافات الصبح، انا ما اعرفش ده صحيح ولا بيتهيألي، يعني كانت اقل يمكن من الوقت المعتاد، فهل تفتكر الناس ابتدت تاخد اجازات فده حاصل كده، ولا فعلا في السيوله المروريه بقت افضل ولا ايه؟ لا انا عايز اقول لحضرتك بالفعل برضه يا استاذ اسحاق، النهارده فعلا معدلات السير في فتره الذروه الصباحيه اللي مستمره معانا وعلى وشك الانتهاء، هتنتهي في خرسون الساعه القادمه، ما زالت حتى الان بتتجاوز ما بين 60 ل 65%، وبالتالي بتسمى بالهدوء المروري النسبي على كافه محاور محافظات الوجه البحري وايضا محافظات الوجه القبلي، وقطاعات الطرق الدائريه اللي ما زالت حتى الان جميع محاورها تشهد انفراجه وانسيابه مريه عدا اعلى مناطق الاعمال وهي اعلى ما نفق السلام المتجه لمناطق القاهرة الجديدة، وكذلك أعلى مناطق الكنيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد. أما بالنسبة لمحور 26 يوليو الأحجام فيه النهاردة بتنحصر أعلى منطقة نهية اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد ونازل على ميدان لبنان، في هذا التوقيت أو حتى تنتهي فترة الذروة الصباحية بيفضل سلوك محور رود الفرج أفضل حالا. محافظة الجيزة نستعرض فيها الحركة المرية اللي ما زالت حتى الآن جميع محاورها الداخلية بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي عدا عند محطة مترو الجامعة اللي نازل من أعلى كوبري فيصل دلوقتي ورايح على مناطق الدقي، هيفضل سلوك شارع مراد أو شارع الجامعة. أما بالنسبة لمحافظة القاهرة هتنحصر فيها بعض الأحجام النهاردة، أعلى كوبري المطرية اللي جاي دلوقتي من الكابلات ورايح على مناطق التجليد ومصر الجديدة، ممكن نستخدم النهاردة كوبري سرايا القبة هيكون افضل حالا، كذلك اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من سكه الوالي والزاويه ومتجه لمناطق مدينه نصر، نستخدم المسطح الارضي شارع مصر والسودان افضل حالا. نحب ننوه ان عندنا كان كسر ماسوره مياه في شارع ترعه الجبل اللي جاي من ميدان القبه ومتجه لميدان الجيلاني، خلينا نقول ان بالفعل بيتم عمليه الاصلاح الان وسط انتشار من قبل الاداره العامه للمرور القاهره، وايضا تم اختار غرفه عمليات المحافظه وجاري عمليه الاصلاح والانتهاء الان. شارع المطريه ده ممكن نستخدمه استخدام جيد للي جاي من ميدان حدائق القبه ومتجه لمناطق السواح وناخد كوبري سرايا القبه اللي هيكون ليه بديل يعني جدا في هذا يعني الحصول. نقدر نقول النهارده ان شاء الله يبقى يوم جميل وحاله مروريه جميله. بنشكرك جدا استاذ محمد، ومره ثانيه كل سنه وحضرتك طيب ودايما بتوفينا باهم الاخبار.
صباح الفل يا استاذ محمد وشكرا لمداخلتك. خبر تاني يهم ناس كتير، دفعه جديده في كليه الشرطه، الناس اللي عايزه تقدم في كليه الشرطه سواء خريجي الثانويه العامه وما يعادلها من ثانويه ازهريه، دفعه 2020 والدفعه الجديده بتاعت 2021. مواعيد التقديم للدفعه القديمه اللي هي 2021 هتبتدي من 20 يوليو ولغايه 12 اغسطس. خريجي الثانويه العامه وما يعادلها السنة اللي فاتت 2020 هتبتدي من 20 يوليو لغاية 12 أغسطس. طيب الدفعة الجديدة هتبتدي بقى من 12 أغسطس لغاية 6 سبتمبر بمجموع 65%. التقديم إزاي؟ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ممكن نشوف تفاصيل أكتر عن شروط القبول للدفعة الجديدة في كلية الشرطة في التقرير اللي جاي ونكمل أخبار. تفضل السيد محمود توفيق وزير الداخلية بالموافقة على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2021-2022 من الحاصلين على أولا الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020. اثنين درجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث ودرجة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام 2021 أو العام السابق 2020. ثلاثة المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية ذكورا وإناث. خلال مؤتمر صحفي بأكاديمية الشرطة أعلن عن فتح باب القبول للالتحاق بكلية الشرطة وفقا لضوابط محددة على أن يبدأ تقديم طلبات للالتحاق بالكلية لحملة شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق اعتبارا من 20 من الشهر الجاري حتى 12 من شهر أغسطس، وللعام الحالي اعتبارا من 12 من أغسطس حتى 6 من سبتمبر من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بكالوريوس تربية رياضية إناث للعام السابق 2020 هتبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/7/2021 حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث بكالوريوس تربية رياضية إناث للعام الحالي 2021 والحاصلين على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2021 والعام السابق 2020 تبدأ اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/8/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 21/9/2021 من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة. ويخضع الطالب المتقدم لمجموعة من الاختبارات المحددة تبدأ بالقدرات وصولا للهيئة التي تنقسم إلى تحريري ثم المسؤول أمام اللجنة المشكلة للاختيار بهدف اختيار أفضل العناصر بصورة حيادية للالتحاق بكلية الشرطة. الدخول الأكاديمية للاختبار من بوابة رقم 5 اعتبارا من 6 صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية خلال فترة الاختبارات للوقاية من فيروس كورونا. التيسيرات المقدمة للمتقدمين لكلية الشرطة: 1- هيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال الموقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة أولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحملهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. تم طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، يحتوي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه مع ملف التقديم. ويتمتع الطلاب الملتحقين بقسم الضباط المتخصصين بمزايا عدة، أهمها منحهم مكافأة طوال فترة الدراسة، كما يمنح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الشرطة عقب التخرج. وتحرص وزارة الداخلية على اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة بعد التحقق من توافر شروط القبول وإعدادهم الإعداد الأمثل داخل الكلية لنيل شرف مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار.
ورجعنا لحضراتكم وخبر من وزارة الصحة. دكتورة هالة زايد، الصحة العالمية تضع مصر في مستوى أقل من حيث خطر انتشار وباء كورونا. الصحة العالمية قسمت خطورة فيروس كورونا في كتير جدا من الدول لست مستويات: شديد الخطورة، خطورة أقل، خطورة متوسطة، مش عارف إيه، في الآخر خالص كده رقم 6 ده ضعيف. فمصر صنفت من الصحة العالمية مش من الهيئات المصرية، يعني إن هي نشكر ربنا يعني الأمر فيها مستقر جدا فيما يخص فيروس كورونا، إن الفيروس ضعيف جدا في مصر هذه الأيام، إن عدد الإصابات قليلة جدا 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 جدا. معناه كده إن الفيروس خلاص راح من مصر والدنيا بقت 100 فل 14؟ مش معناه كده أبدا، لكن إحنا دلوقتي في مرحلة كويسة على حسب الاستبيانات اللي بيعملوها أو البيانات الافتراضية اللي بيعملوها، إن أنت كده في مصر شهر 7 كله، شهر 8 كله يتبقى الدنيا زي الفل و100 فل و14، من شهر 9 احسبها كده مع المدارس تبتدي يعني المفروض الاعداد تزيد من تاني، الا اذا كلنا التزمنا، ولما يجي 40 مليون جرعه من لقاح كورونا خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين كلنا نروح وناخد التطعيم، هيبقى الموضوع زي الفل زي دلوقتي. طبعا كل الناس اللي قدموا ولسه ما جاتلهمش رساله اكيد هتجيلكوا الرساله ان شاء الله، لكن عايز اقول لحضراتكم نخلي بالنا واحنا دلوقتي كويسين، يعني نشكر ربنا دلوقتي الفيروس ضعيف جدا 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 في مصر، والصحه العالميه هي اللي بتقول كده، ودي حاجه كويسه جدا ان شاء الله. ومع كمان انتاج مصر للقاح على اخر السنه 80 مليون جرعه مع ال 40 اللي هيجوا، فالكل هيكون في فرصه ليه ان شاء الله، وحتى من غير تقديم انا اتوقع في فتره قريبه تروح بقى لاقرب مكان ليك تاخد من غير حجز ومن غير ما تعمل البيانات بتاعتك. نروح بقى لحاله الطقس ونشوف الدنيا هتبقى عامله ايه في الايام اللي جايه. كتير مننا في فتره الاجازه بتاعت عيد الاضحى، اللي هيسافر واللي هيبقى قاعد على الشواطئ، وناخد خد بالنا ازاي طبعا درجات الحراره، محدش ياخد ضربه شمس لا قدر الله او حاجه. دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه، صباح الفل يا دكتور. صباح الخير دكتور محمود. يمكن لحضرتك كنت اعلنت او نوهت للناس ان هيكون في ارتفاع في درجات الحراره يوم الجمعه والسبت، هيكون بقى نسبته قد ايه ونتوخى بقى الحذر ازاي، ومتوقع فتره العيد يكون الاجواء عامله فيها ايه؟ وبالفعل دكتور محمود طفيف. الو اتفضل، سامعين حضرتك يا دكتور اتفضل. بقول لحضرتك ان شاء الله زي ما نوهت الهيئه العامه للارصاد الجويه هيكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره على كافه محافظات الجمهوريه اعتبارا من يوم الجمعه، هتستمر معانا جمعه وسبت وحد، ومعدل درجتين فقط تغيير ان شاء الله مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. اعتبارا من يوم الاثنين هيكون في انخفاضات، ولكن برضه الانخفاض طفيف جدا في درجه الحراره، برضه درجه او درجتين. انخفاض خلال ايام العيد، ولكن زي ما قلت لحضرتك في البدايه مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. ودايما ارتفاع نسب الرطوبه هو اللي بيحسس او بيدي شعور للمواطنين بارتفاع في درجه الحراره. فاي مش هيبقى في اختلافات كبيره الايام الجامعه من الايام اللي فاتت، شهر 7 وشهر 8 هم عايزين يصيبوا كتل الهوائيه اللي فيهم بتبقى هتتغير، كلها الايام قريبه بتشبه من بعضها بشكل كبير، مفيش اي ظواهر جويه حاده او حرجه او عنيفه مع الاستقرار الشديد اللي بنشوفه في فصل الصيف. لا، لكن حضرتك تنصح الناس بايه في يومين الاجازه دول يا دكتور؟ اللي هيخرج اللي هيسافر. مهم جدا طبعا نتعامل بشكل يعني اكثر حرص شويه، خاصه اثناء الانتقال خارج المنازل، سواء تحت اشعه الشمس يفضل طبعا عدم التواجد تحت اشعه الشمس فترات طويله في الفترة اللي هي بين الظهر والعصر، دي بتسجل فيها أعلى درجة حرارة على مدار اليوم. أيضا بقدر الإمكان لو موجودين في الشارع يفضل ارتداء غطاء واقي من أشعة الشمس المباشرة، أو النظامات بقدر الإمكان، خصوصا اللي متواجدين على شواطئنا في البحر المتوسط أو في البحر الأحمر. الفترة اللي بين الظهر والعصر دي بتبقى صعبة شوية. ارتفاع نسب الرطوبة بيخلينا دايما نقول بقدر الامكان بلاش الاماكن المزدحمة، بلاش الاماكن المغلقة والاماكن سيئة التهوية،
شرب الميه مهم جدا خلال هذه الفتره بشكل كبير، ما نحاولش نتقل شويه في العيد في الاكل اللحمه قدر الامكان، عشان طبعا مهم جدا ان احنا نزود معدلات السوائل وشرب الميه بالذات. ايوه بشكرك جدا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئه العامه للارصاد الجويه، وخلي بالكم بقى في الفتره اللي جايه، مش هنقول لحد ما يعني الناس ما تخرجش ولا ما تتفسحوش، بس قدر الامكان نبعد عن الفتره ما بين الظهر والعصر زي ما دكتور محمود كان بيقول، اشربوا ميه كتير وحاولوا ما تقعدوش في اماكن ضيقه او مغلقه عشان الرطوبه. وقال لهم ما فيش مشكله تاكلوا لحمه، ما فيش مشكله برضو يوزعوا على اصدقائهم المسيحيين لحمه. لا هو ما قالش ما تاكلوش، قال من كترش ما تزودش، بس ياكلوا عادي ويوزعوا على ويدونا برضو ويدونا عادي برضو. ايوه اهم حاجه. ناخد مع حضراتكم خبر بيقول هيئه الكتاب اكثر من مليون زائر لمعرض القاهره واستمرار رقمنه الدورات المقبله. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده اخر يوم في معرض الكتاب، اللي حابب كده يلحق كده اخر يوم في معرض الكتاب ينزل دلوقتي او ينزل بعد ما الحلقه تخلص بقى، ينزل يروح معرض الكتاب هينبسط جدا. اكتر من مليون مواطن راح زار معرض الكتاب، و25 اكتر من 25 دوله شاركت بكتب في معرض الكتاب. الحقيقه بيبقى محفل ثقافي جميل جدا، الناس اللي بتروح بتاخد ولادها معاها بيبقى يوم رائع ويوم جميل. انا برشح لكم يعني لو النهارده اليوم بكره اجازه طبعا، النهارده لو عايزين خروجه حلوه لا روحوا معرض الكتاب. خبر تاني يمكن اتكلمنا فيه قبل كده، موضوع التقديم في المدارس التكنولوجيه التطبيقيه الجديده واللي فيها مزايا كتير مخليه الناس دلوقتي يعني متشجعه وفي اقبال على التقديم. التقديم هيكون ازاي؟ يمكن قلنا قبل كده هيكون الكتروني، لكن وزاره التربيه والتعليم عملت فيديو موجوده على صفحتهم على الموقع الرسمي للوزاره بيشرح كده بالتفصيل الخطوات اللي انت تعملها عشان تقدم في المدارس دي ليك او يعني اللي هيقدم بنفسه أو أنت هتقدم لأولادك. فأنا يعني بدعوكم اللي عاوز يدخل أولاده المدارس التكنولوجية يدخل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أو صفحة وزارة التربية والتعليم، هتلاقوا الفيديو اللي بيشرح ده. طبعا كمان قايلين فيه المزايا الكتير اللي بتتقدم لطلبة المدارس التكنولوجية زي أتوبيسات اللي بتنقلهم، المكافآت المالية، فرصة الشغل بعد ما بيخلصوا وبيتخرجوا، حتى زي المدرسي كمان بياخدوه كده بالمجان بتوفره لهم المدارس. ففي مميزات كتير، اتفرجوا على الفيديو وشوفوا عشان اللي حابب يد. وآخر خبر في جولتنا النهاردة، انطلاق المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة باستاد القاهرة. طبعا مشروع حياة كريمة واللي بيقوده سيادة الرئيس واللي بيهتم بيه وبيتابعه باستمرار، وهو لي يعني لإخواتنا وأهلنا في الريف في النجوع وفي العزب وفي القرى، مشروع حياة كريمة اللي هيستفيد منه أهلنا في المناطق الريفية وهيستمتعوا بحاجات كتيرة جدا، هيتم إطلاق يعني يوم الخميس النهاردة المشروع من استاد القاهرة. والصفحة الرسمية لحياة كريمة عملت الفيديو اللي حضراتكم شايفينه على الشاشة. وطبعا حياة كريمة غنية عن التعريف، هي ده أكبر مشروع تنموي حصل في تاريخ مصر كلها لتطوير وتنمية الريف المصري، تحسين مستوى المعيشة للأسر، تطوير البنية التحتية ومشروعات للأسر والتمكين الاقتصادي، ويعني مساعدة للمرأة المعيلة. ربما يكون لسه اللي ما استفادش من مشروع حياة كريمة مش متفهم قوي الكلام اللي أنا بقوله، أو شايفني أن أنا يعني متحمس على الفاضي، لكن أنا عايز أقول لحضراتكم أنا لو هرتب أهم المشروعات
حصلت في مصر خلال السبع سنين أنا ممكن أحط حياة كريمة هو رقم واحد، لأن اللي يهتم بأهلنا في الريف وفي القرى والنجوع والعزب نضرب له تعظيم سلام، لأن هم دول الأولى مش بالرعاية، الأولى بالاهتمام والأولى بكل شيء، ومش تفضل من الدولة ومش تفضل من أي لكن ده حقهم. ما كانوش بياخدوه في السنين اللي فاتت من 20 و30 سنة ما كان و40 و50 و100 سنة، وعلى تاريخ مصر كلها الناس البسطة دول لهم حق ما كانوش بياخدوه، ما كانوا مهمشين دايما، لكن لما يجي حد النهاردة ويقول الناس دي ليهم حق علينا ولازم نهتم بيهم، يبقى أنا أحط هذا المشروع رقم واحد بلا منازع. وقريب جدا حتى يعني سحاكة لسه بيقول دلوقتي اللي ما حسش واللي لسه ما وصلش واللي ما شافش مش مدرك الكلام اللي احنا بنقوله، لكن اعتقد واتوقع واثق ان في فترة بسيطة جدا هيتم انجاز مشروع حياة كريمة في كل القرى المصرية، وهتشوفوا فعلا الحياة الكريمة اللي استحقوها كل المصريين. دي كانت اخبارنا، خلونا دلوقتي نخرج مع حضراتكم الفاصل وبعدها نرجع للفقرة الروحية. باكرا يا رب تسمع صوتي.